السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعار الدجاج تصل إلى ثمن قياسي. شهدت أسعار لحوم الدواجن خلال اليومين الماضيين ارتفاعا صاروخيا لتنضاف إلى الزيادات في المواد الغذائية التي أرهقت جيوب المواطن المغربي، وتجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي في بعض الأسواق 25 درهما، وهو ما اعتبره المواطنون أمرا مبالغا فيه ويفوق قدرتهم الشرائية، خاصة وأن غالبية الأسر تعتمد في تغذيتها على الدواجن كبديل للحوم الأبقار والأغنام اللذين باتا من الكماليات بسبب ارتفاع سعرهما. واعتبر المهنيون أنهم مجبرون على بيع منتوجاتهم بهذه الأسعار حتى يتمكنوا من تغطية تكاليف الإنتاج، مشددين على أن ارتفاع أسعار العلف وكلفة النقل هما السببان الرئيسيان فيما نراه حاليا في الأسواق.